الخالة وصارت تتباهى بحالة الزينة لبست خلخالة صارت تتباهى بحالة كل ما تتلاقى بخيال. من وجه اليوم تحية من أخبار الصباح إلى الفنان اللبناني سمير يزبك يلي أغنى المكتبة الموسيقية اللبنانية بأجمل الأغاني واللي هو حاليا تحت العناية الفائقة بالمستشفى. نحن منتمنى له الشفاء العاجل ومنحييه، وكمان من الأشخاص يلي هيك تمنوا السلامة والشفاء العاجل للفنان سمير يزبك الدكتور سمير جعجع يلي كتب له على تويتر: كنت دايما بالبال بالأوقات الحلوة وهلأ رح تضل كمان بالبال بالأوقات الصعبة هاشتاج سمير يزبك. حلو دايما كمان السياسة يلتفت للفنانين ويوجه لهم تحية. فإذا الزينة لبست خلخالة دقي يا ربابا موجوع صار لسنين وأغاني كتيرة بنسمعها دايما ومنرددها وهي للفنان الكبير سمير يزبك. نحن بنرجع بنقول له سلامة قلبك وبنتمنى لك الشفاء العاجل على أمل كمان تكون ضيفنا لاحقا بأخبار الصباح. نحن رح نرجع نتابع حلقتنا ورح ننتقل هلا إلى مطعم دلمار لنتابع المؤتمر الصحفي لجمعية تجار البترون حيث تم إطلاق شهر التسوق بسوق البترون، خطوة بتسمح لأهالي المنطقة من الاستفادة من التنزيلات والحصومات على البضائع. تفاصيل كلها بهالتقرير. من كم سنة كباية الليمونادة البترونية وصلت البترون لكتاب جينيس، والسنة البترون على موعد مع كسر رقم قياسي لأكبر عرض للمأكولات البحرية بالعالم. شهر أيلول رح يكون مميز وحافل بالنشاطات بعد ما أعلنت جمعية تجار البترون بمؤتمر صحفي بمطعم دلمار عن برنامجه. هو رح يكون الأحد 4 أيلول ابتداء الساعة 5:30 عمينة البترون، رح نعرض حوالي 2500 كيلو من المأكولات البحرية، وبعدين رح يصير توزيع على الناس الموجودين. بيكون في فرق موسيقية، بيكون في كذا ستاندات موجودين للنبيد ولا للبيرة بهيدا النهار. اليوم مأكولات بحرية يعني شيء من صميم الحياة البترونية، وكثير مبسوطين فيها تصير وينجح الجينيس. مهرجان التسوق بشهر أيلول رح يكون هدفه جذب وتشجيع الناس على التبضع من البترون من خلال تنزيلات كبيرة وإعطاء زبون الفرصة لربح الكثير من الهدايا القيمة كل أسبوع. إن شاء الله يوصل البترون مطرح ما نبغي، يعني أنه بهيك وضع أنه يجي كثير، أكيد كثير ناس كثير زوار لتشجيع السياحة للتجارة ولا نقدر نوصل البترون للجينيس بوك.
اوكي، نحن اليوم ضيفنا هو الوحيد بلبنان وبالعالم العربي، حضرتك الفنان نعمان الرفاعي. المميز انه حضرتك نحات، بس مثل ما قلنا الوحيد بلبنان وبالعالم العربي وبين يمكن 6 فنانين ونحاتين بالعالم كله، بتنحت على راس قلم رصاص. راس قلم الرصاص كيف يعني؟ شو يعني؟ انا بالاساس نحات، بنحت على الصخر وعلى الخشب، وكمان بنفس الوقت انا خطاط وبدرس خط عربي. أوكي. فحبيت اتفرد بموضوع النحت على راس قلم الرصاص لانه شيء صعب كثير ودقيق وبيحتاج لدقه وصبر. بس كيف بلشت تنحت؟ يعني كيف شفت حدا عم ينحت على راس قلم الرصاص؟ كيف اجت الفكره؟ هلا هو موجود عالميا، موجود ومعدودين على الاصابع. انا شفت يعني انتبهت على النت انه في ناس عم ينحتوا على قلم الرصاص، فحبيت هالفكره. طب شو يعني؟ يعني هلا عم نشوف قلم رصاص قدامي، بس هيدا بعد ما نحت عليه. طبعا ما نحت، وهلا بتشوفوا صور منحوتين، هلا بتشوفون على الشاشه بيبين عليكم. وبنحت بهيدي الشفره انا. أوكي. يعني في كثير بيفكروا انا بستعمل ادوات لانحت قلم الرصاص، بينما القلم ما بيتحمل روتر كثير، بده دقه، بده تأني وصبر، وبنحت بهالشفره الرفيعه. يعني قلم رصاص بتعمله منحوته؟ بعمل راس قلم الرصاص منحوتي، بجسد عليه منحوتي معينه. شو مثل يعني؟ مثل على الصخر. شو منشوف؟ في تماثيل، في اشخاص، في حتى كلمات او جمل او اسماء بنحت على راس قلم الرصاص. طب قديش بتستعمل مساحه؟ يعني اذا عندنا هيدا القلم بتبري، وقديه بتخلي من الرصاصه يكون مبين؟ عم نشوف هلا. عم نشوف. اوكي، فسر لنا. هيدا طائر الفنيك طالع من قلب قلم الرصاص منحوت عليه، وشوفي التفاصيل، بتشوفي شوفي هيدي كيف واقفة مع كل الملامح والتفاصيل. هون الاندهاش، لما أنا بشارك بمعارض فبيستغربوا كتير وبيستعملوا. أوكي. المكبر لما بدهم يشوفوا التفاصيل. طيب بس نعمين، معروف انه الرصاصه هشه نوعا ما، يعني نحن وعم نكتب عاديا بتطق الرصاصه، كيف عم بتفوت بتفاصيل هالقد دقيقه؟ عم تبري كمان بينكسر معك. انا كمان في اقلام بحفرها للاخر من فوق لتحت، يعني الابسه حفرها من فوق لتحت كامله. وكيف تبري القلم؟ يعني كيف بتشيل ال بشيله بالشفره. اوكي، بطريقه معينه يعني. أوكي. وبعد بنحط فيه برواق يعني. اوكي، وبتستعمل المكبر؟ طبعا صح؟ طبعا. يعني انت عم تشتغل وعلى المكبر؟ طبعا. عم بتشوف كل التفاصيل. قديه بياخذ وقت معك كل ما شوف؟ هلا اول ما بلشت اللي كان ياخذ معي مثلا 5-6 ساعات، اليوم صار بياخذ معي ساعة ونص، لانه صار عندي تقنيه اسرع لانه تعودت. طب هلا فيك شوي هيك بس تجرب لنا؟ يعني بجرب ابري قلم، يعني بجرب ابري قلم. اوكي، خلينا نبري هيدا القلم. يعني بتشيل الخشب وبتكشف عن الرصاصه. اوكي، وكيف بتقرر انه اي شكل تعمل بالقلم الرصاص؟ هلا احيانا بكون انا محضر شكل معين، بكون محضر شكل معين وبنفذه. وانا بالقلم الرصاص بشتغل كلاسيكي. شو كلاسيكي؟ يعني تجريدي. أوكي. يعني بحاول جسد الجسم اللي بدي انحته بكل ملامحه وتفاصيله لبين في صعوبه. نعمان، ساعة صرت تقدر تعمل هالتفاصيل وهالدقة؟ طبعا. نعمان، التقيت بحدا من الفنانين يلي موجودين بالعالم يلي كمان عم بيعملوا نفس الفن؟ شخصيا ما التقيت، بس في تواصل بيني وبينهم. بتواصل مع احد ياباني وواحد من روسيا، وفي بتركيا ما بتواصل معه، وفي بامريكا كمان شخص بينحت على القلم الرصاص. طب كيف لحتى اجت الفكره على راسك انه تنحت بقلم رصاص؟ هلا انه صعب، شو قلم جايب لك يعني؟ هلا اول ما شفتها بالضبط يعني استغربت انه معقول على راس قلم الرصاص في مجسم. وين شفتها؟ شفتها على النت. اوكي، من احد الفنانين، بالتحديد هو الياباني اللي يعني دهشني اعماله. فبدايه ما جربت الالفابي صح، الابي سي، وبالعربي حتى كثير. هلا بتبين الابي سي معكم، بتشوفي هذا الجسم كامل مع كل تفاصيله. هون بتشوفي مظبوط مع العيون، تمثال مع الحريق، مع الايد، مع تمثال الحريق يعني نوعا ما. وهون كيف عم يشتغل، وهلا تستعمل اللوب. طبعا طبعا. طيب نعمان، في اشخاص بيشتروا هالقطع الفنيه؟ في ناس بيوصلوني على اسماء معينه وبيقدموهن كادو. اوكي، وفي منهم بيطلبوا اشكال معينه وبجسد لهم هي. اسماء بتجي يعني بالطول على راس القلم، مثل ما شفتوا هلا ببين معكن اسم. شوفي هون شخصين.
بالقلم. يعني كف الشغل نعمان، هلا احنا عم نشوف الصور يعني عم بتروض الرصاص. طيب خلينا احاول احفر شيء على السريع لنشوف شو بيطلع معي. شو بيطلع معك؟ شو الاهين، الكتابه او تعمل مجسم لاشكال او كل شيء له شيء؟ حتى الكتابه صعبه لانه بهالرقم من ميلي لميلي. حتى عضلات صدره، سوري بس حتى عضلات صدره مبينين. طب شو بتعمل اذا انكسر القلم معك؟ قد ايه بتنقهر؟ القهر خلص بسكر الباب ولبكره بقى لاروق شو بدي اعمل؟ طب هالفن لبكره هالفن ما خطفك او ما يعني كان هيك اذا بدك عم بيلهيك نوعا ما على الفن النحت على الصخر او يلي انت عاده كنت تقدمه؟ هلا انا بنحت لزبونات صخر وخشب، هيدا هوايه وتفرد بمجال الفن، ولما لقى اقبال بالوسط الفني وفي تشجيع من قبل الفنانين والجمهور فحبيت اتابع فيه لحد هلا وبعدني متابع بهالمجال. حتى اعمل معرض فردي، شوفي هون كيف بيندفعوا كلهم وبيتفاجئوا. ولما انا بشارك بمعرض مع زملائي الفنانين حتى الفنانين نفسهم، شفت الفيل هون كيف الخرطوم ورافع اجره، حتى الفنانين نفسهم بيتركوا اعمالهم وبيقربوا على اعمالي وبيشوفوهم بالمكبر وبيتفاجئوا. نحن اجمال عم نعرف القلم رصاص التقليدي، هيدول بتجيبهم كمان من محل مخصص؟ يعني نحن بنعرف هيدا القلم هول موجودين كمان، هيدا قلم النجار معروف. صح. اوكي. هلا هن بيفكروه عريض بس هو الخشب تاعه العريض. مزبوط. مش الرصاص، هو الرصاصه تاعته 4 ميلي ب 2 ميلي، يعني كمان حجمها صغير مش كبير، بس هي لانها مسطحه. بس انت في منهم بتعوز انه يكونوا مسطحين لاعمال معينه. قلم التلوين هلا كمان ممكن تصير تعمل مجسمات على قلم التلوين، بما انه تقريبا الرصاصه نفس المكونات بس ملونه، ممكن تعطي هيك. صحيح صحيح. جربت على قلم التلوين؟ ما جربت، انه فيني اعمل اعمال معينه على قلم التلوين حسب الشكل اللي انت بتحبي تنفذيه، حسب لون القلم اللي انت كمان بتحبي تشتغلي على اي شيء. بس قلم الرصاص انا بحبه لانه مادي، لون واحد معروف وبيبين انه خام، يعني انه ما في تلوين، انه عم جسد عليه شكل ثلاثي الابعاد، هو بيبين الحجم اللي انا او الشكل اللي انا بطلب. بس اوقات عم بتضلك مستعمل اللون، يعني عم تخلي لون القلم الاساسي وبس تشتغل على الرصاص. هلا هيدا هيك شفنا يعني، هيدا اللون ما بيهمني انا من برا، هو بشكل قاعده بالنهايه. انا بشتغل انا الرصاص اللي جوا، ما بيهمني اللون، انا بشتغل بس الرصاصه، بنحط على الرصاصه. هلا احيانا بستعمل الخشب لشيء معين، يعني مثل ما ظهر مزبوط منحوتي مع الفيل في خشب، مستخدم الخشب الطرفين بالايدين بالاكتاف، بس الراس والجسم كامل برصاصه بس. في شيء ما قدرت تنفذه؟ فكره ما قدرت تنفذها؟ في افكار كنت استصعب تزبط معي، مثل الحلقات المفرغه اللي بتتحرك، مثل شفنا مفاتيح كانه مفتاحين معلقين بالقفل. هول منا وفيها، يعني بدلني انحت بالقلم ليتحركوا، مش انه مثلا بنحت جسم برجع بركبه تركيب، بدل انحت لحتى يسقط بين دايه ويصير يتحرك. شفتوا مفتاحين وقفل، مش صح. مفتاح واحد، يعني في مفتاحين. فرق، يعني بشق المفتاحين بعد ما فرغن بشي هالقد دقيق، بشي انت هالقد رايق هيك لحتى قادر هالقد تصبر بين علي رايق. صح. بس بتعرف يمكن الشخص العصبي بحاجه، يلي عاده ما بيظهر هيك لبراته، بحاجه يعمل هيك اشياء تيحس انه عم بيتعصبوا اكثر. لا انا بحس لا انا رايق من الاساس، ولاني كمان انا خطاط بخط عربي، كمان الخط العربي بده دقه وبده صبر وبتحب القلم. يعني اذا حضرتك صحيح. خطات نحن بنعرف قلم رصاص بنشتريه ب 250 ليره. صح. عندك قد ايه قلم رصاص؟ هلا حاليا عندي شي 80 قلم منحوت مجسد عليهم، كل منحوتي بتختلف عن الثاني، وكل قلم كمان بيختلف بالحجم كمان. هلا شفنا حتى الوزير الياس بو صعب عم بيتفرج باللوب بالمكبر، كمان استغرب استغرب انه كيف في فنان لبناني عم يشتغل بهالدقه وبهالتفاصيل. قد ايه سعر قلم رصاص بيكون؟ العتب عندك كمان. شوف مطول الحجم الاعمده قصد لحتى يبين فيها صعوبه، لاني انا مره نحتها بالحجم الطبيعي فانكسرت معي. اوف هيدا هيدي الاباسه، هي الاباسه بتشوفوا كل الاباسه مفضل في بس سنتي واحد لاحمل القلم. ايه انت بتبريه من اول منه بينكسر معك. صح. مصبوط. انا بحفره كله من فوق لتحت. اوكي. لا شيء كثير. قد ايه اخذت وقت معك
بتعمل الهيدي تقريبا الاباسي قعدت معي تقريبا شي نهارين شغل يعني بتوقف بس مش بتريح طبعا بينكسر اول مره معك بترجع بتعمل انكسر كثير معي افلام يعني هلا هي الالم مثلا عم نشوف بريه بطريقه معينه وكانه بلش عليه خط عربي صح هلا انا هيدا حفرته هيدا حفر غميق كنت عم جرب شيء هيدا المفتاح بتشوفوه هذا هيدا بيتحرك وبيتحركوا الافلام المفتاحين بيتحركوا طبعا بيتحركوا عن بعضهم وبيتحركوا كمان عن القفل كثير الشغل دقيق وكيف صار هلا اوكي بس كيف بيتحركوا بيتحركوا متحرك كيف كانك حاطه بورتكلي مع فتيل عرفت بس شغل هالقد دقيق يعني كيف بيقدروا يكونوا هالقد ثابتين ويتحركوا مش ثابتين القفل ثابت المفاتيح بيتحركوا القفل ثابت المفتاحين بيتحركوا راس القفل ما له برمه بقلبه المفتاحين وبيتحركوا بيتحركوا المفتاحين بالقفل حتى مش مفتاح قلت لك مفتاحين يعني تحدي يعني عن جد قد ايه الرصاصه جامده وقد ايش صغيره رجع بلا عم نشوف هون الوزير مصعب شوفي هون الطير مع التفاصيل الكامله نعم هون عم نشوف الوزير الياس مصعب ما هيك هذا بالمعرض الصناعي هون حدكم كمان كان إلي مشاركة وكان كتير الجمهور عم يندفع ليشوف الأعمال عم يشوف أصلاً ردات فعلهم وهيدا برج إيفل هيدا أوكي. برج إيفل كمان نعم ومخرق كمان الأعمدة تاعته نعم كم سنة لك نعمان بهالهواية؟ تقريباً شي سنة وشهرين بالضبط جديد ما إلك زمان أنا إلي زمان مثل ما قلت لك شفت على النت واستغربت بالبداية استبعدت أن أفوت بهالموضوع فجربت أول قلم ونجح معي لما نجح معي أن كفيت لهلا تشتغل بالبيت؟ عندي غرفة لا عندي محترف بس أنا القلم الرصاص بسكر علي الغرفة وبشتغل خلص ما فيني أطلع لبرا أو حدا يشوفني وأنا أقطع كليا عن الناس الشغل أكيد بدي تركيز كتير ودق على قلم رصاص أدق من الشغل والنحت على الصخر طبعا الصخر في مساحة أو في مزبوط. حتى الصخرة لما بدك تنحتيها بتستعمل القلم لك ترسمي الشكل اللي بدك تنحتيه بينما أنا عم انحت على القلم زيته نعم عرفتي كيف في شي معرض هلا ممكن هون شفنا صور من الصنايع بس في شي معرض هلا هيك لكل الاشخاص اللي حابين نعمان يتعرفوا اكثر على هالنوع من الفن هلا انا عم حضر لمعرض فردي بس ليكتمل عدد الاقلام لانه القلم حجمه صغير بحطه انا بتابلو معين ليصير الصاله تكتمل لانه بالقليله بدي 100 قلم ليتوزع صاروا هلا 80 هلا في 80 قلم وهلا انا عم شارك بمعارض دائما وهلا حاليا مسافر على الجزائر بعد بكره ان شاء الله تنين عندي مشاركه كمان بالجزائر نعم الفنان نعمان الرفاعي نتشكر حضورك معنا باستوديو اخبار الصباح ومنحييك على هالفن فيه كتير تحدي الله يخليك ويعطيك الف عافيه الله يعافيكم ويقويكم اهلا وسهلا شكرا شكرا فاصل جديد بحلقتنا ومنرجع